عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون استاذه دعاء سيد احمد المشرف على سينما الاطفال بينا. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم على حضراتكم وعلى مصر كلها بخير يا فندم. يا اهلا بيك يا استاذه دعاء. في البدايه طبعا احنا شفنا اجواء مبهجه جدا بحضور الاطفال، عايزين نفهم من حضرتك اكتر ابرز مشاهد حفل تدشين سينما الاطفال واللي بتعتبر طبعا زي ما قلنا في البدايه اول مره في محافظه قنا. اولا حضرتك كان افتتاح يوم الاحد بحضور معالي الوزير محافظ قنا السيد اللواء اشرف الداوودي اركان حرب. حضرتك كان يوم 3/9 كانت الحفله الاولى اللي هو كنا متفق عليها حفله واحده من الساعه 7. مع كثرة الجمهور والضغط على أولياء الأمور على الحفلات اضطرينا نخليهم حفلتين. الحفلة الأولى كانت 150 طفل والحفلة الثانية أيضا 150 طفل، فكانوا حفلتين في ذلك اليوم واللي هو الأول مرة، والحمد لله تم تدبير كل كافة الأمور، وكانت الأعمار من 3 ل 18 سنة، وكانت سعر التذكرة حدود 5 جنيه فقط يا فندم. عظيم. طيب احنا بنتكلم في ان اعمار من 3 ل 15 سنه، احنا بقى بنختار الافلام على اساس ايه يا استاذه دعاء؟ بحيث انها تناسب كل الاطفال ولا بنبقى قايلين ان هناخد لمده اسبوع السن كذا، الاسبوع اللي بعده سن اخر، وبتعلنوا عن بروجرام الافلام ازاي؟ حضرتك هناك لجنه متخصصه يا فندم فيها بعض الاعضاء من الساده العاملين بالمكتبه برئاسه مدير المكتبه والسيد نائب المكتبه وحضرات الساده الموظفين العاملين بالمكتبه والمختصين عن الطفل في المكتبه، بنحدد حضرتك كل فتره بيكون الاعمار ايه وايه نوعيه الافلام بحيث تهدف الى تنميه السلوكيات والقيم الايجابيه لدى الطفل المصري وما تتعايش مع كل التعليم في الحياه المصريه السليمه. طيب السينما بتشتغل امتى؟ يعني وقتها امتى في اليوم؟ الساعه 7 يا فندم مساء. 7 مساء الخميس. من الحد الخميس من 7 7 مساء لحد امتى؟ الى 9 لحد 9، يعني حفله واحده. ما احنا المره اللي فاتت كنا حفلتين، مع ضغط الجمهور يا فندم تم تدبير حفلتين، وان شاء الله في المرات القادمه باذن الله تم تدبير مكان اخر بحيث ان يبقى في حفلتين هيكونوا شغالين في نفس الوقت. عظيم. لتلبيه كافه مطالب الجمهور. كويس جدا. ومعالي الوزير حتى امر بعد كده كل معالي الناس اللي كانت موجوده حضرتك باقي الجمهور اللي لم يتمكن من الدخول، امر معالي الوزير السيد المحافظ اشرف الداوودي بدخولهم مجانا على طول في هذه الحفله في افتتاح اليوم الاول لفعاليات السينما في القناة. هايل. خلينا نتكلم يا استاذه عن طبيعه المجتمع القنائي والجو في قنا بتبقى عامل ازاي؟ يعني قد يرى البعض ان 7 ده بالنسبه مثلا لايام المدارس ممكن يكون وقت متاخر، لكن اللي مش بيحضر او اللي مش عارف التفاصيل عن قنا اكتر ان الجو بيبقى شديد الحراره في اثناء النهار، يمكن عشان كده انتوا اخترتوا المواعيد تكون بعد الساعه 7. هل ده هيستمر معاكم في ايام الشتاء؟ لا يا فندم. حضرتك طبعا ظروف الطقس عندنا الحار الشديد، فهو فعلا ميعاد 7 ده هو الميعاد المناسب، ولكن سوف يتم تكييف المواعيد حسب حالات الطقس وحالات الجو في الفترات القادمه بحيث تتناسب مع مواعيد الشتاء، هيكون مواعيد مبكره عن ذلك. طيب. لتتلائم مع الاسر المصريه ومع مواعيد الدراسه. اكيد. جميل. من وجهه نظر حضرتك بقى شايفه ايه اهميه ان احنا نعرض للاطفال في هذا السن مجموعه من الافلام التاريخيه وايضا الاجتماعيه؟ لتنمية غرس فندم القيم والمواطنة السليمة لدى الأطفال والمواطن المصري اللي احنا بنهدف في رؤية 2030 إنتاج مواطن مصري صاحب رؤية صاحب رسالة على أن يكون منتج فعال في الوطن. طيب إن شاء الله أيام الدراسة هنبقى شغالين في الجمعة والسبت أيام الأجازة الأسبوعية للمدرسة؟ هو حضرتك بالفعل احنا هنا في مكتبة مصر العامة هنا شغالين طوال 7 ايام يا فندم. الفترات المكتبة بتبقى فاتحة بابها للجمهور من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء. لا انا بتكلم على السينما. شغالين. انا بتكلم على السينما. السينما يا فندم ايضا هتكون شغالة للجمهور. ان شاء الله. كل الشكر ليكي الاستاذة دعاء سيد احمد المشرف على سينما الاطفال بقنا.